السلام عليكم مجددا. خلينا نواصل الحديث عن الستريس. اذا بعدك مقتنع ان الظروف اللي حواليك هي السبب الاساسي للستريس اللي انت عايشه، اذا انت مقتنع بعدك ان مديرك هو المسؤول وزوجتك واولادك وظروفك وقروضك هي المسؤوله عن الستريس اللي انت فيه، كل كلامي معاك ما راح يفيد ابدا، لانك اول خطوه انك تقتنع ان السبب الاساسي للستريس اللي انت عايش فيه لا له علاقة أبدا بكل ما كنت تظنه. تشخيصك خاطئ تماما. التشخيص الصحيح هو أنك أنت مسؤول مسؤولية تامة عن حالة الستريس اللي أنت تعيشها تامة. العناصر اللي حواليك لا يمكن أن تغيرها أو تتحكم فيها، لا يمكن أن تغير المنظومات، لا يمكن أن تغير الناس ما يفعلون وما يقولون. أنت فقط يمكنك أن تغير ردة فعلك. هذه اللي تدرب نفسك عليها، هذه لازم تطور أول شيء تفكيرك إزاءها. لازم تفهم أن أكثر من 90% من حياتك هي ردة فعلك لما يحصل حواليك. أعطيك مثال بسيط. إذا افترضنا في اللحظة هذه في زوبعة في عاصفة كبيرة، راح أسألك سؤالين. السؤال الأول، هل بإمكانك إيقاف العاصفة؟ طبعا لا. السؤال الثاني، هل بإمكانك منع العاصفة أن تأثر فيك؟ طبعا نعم. تكون داخل بيتك وتسكر أبوابك ونوافذك وتشوف العاصفة. إذا فتحت الباب شوية أو النافذة شوية، شو راح يصير؟ العاصفة راح تأثر فيك، مو لأن العاصفة أثرت، لأنك أنت فتحت الباب، لأنك أنت فتحت النافذة. وكل ما تفتح أكثر كل ما العاصفة تضربك أكثر. هذه هي حياتك. كل اللي حواليك ما عندك أي سيطرة عليه أو قليل من السيطرة في بعض الحالات، لكن عندك سيطرة كلية على ردة فعلك لما يحصل حواليك. استرس هو ردة فعل. عليك أن تتعلم وتتدرب كيف تطور ردة فعلك عشان تنتقل من مرحلة إنسان يعيش استرس إلى إنسان يعيش رايق، إلى إنسان متخلص من استرس. حقيقة أفتخر بأني أعيش صفر ستريس. أشوف العالم حوالي يتكلم عن ستريس ستريس ستريس، وأنا لا أعيش ستريس ستريس ستريس، بالرغم اللي أحنا في نفس الوضعية، نفس البيت، نفس الظروف، نفس القروض، نفس الديون، نفس الأصوات، نفس المصادر، نفس العائلة، نفس الكلام اللي يقال عنه، نفس الأفعال اللي تفعل لنا، لكن فيه تحليل يختلف وردة فعل تختلف داخليا. تبغي تغير حياتك، غير ما بنفسك، غير نظرتك لما يدور حواليك، وامسك زمام الأمور، وتأكد أنك ممكن تغير حياتك بتغيير أفكارك.